أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون الرائعون في شرح لمادة الأسبوع الثاني من اكتساب اللغة الطور الثاني. إذن هدفنا اليوم هو أن نقوم بشرح ما سيتم إعطاؤه خلال هذه الفترة، فترة الأسبوع الثاني من هذه المادة. أذكر أعزائي الطلاب أن المفهوم الرئيس في هذه الوحدة هو التواصل، وقلنا التواصل يحدث بطرق عدة، فمنها التواصل عن طريق النظر، عن طريق التحدث، عن طريق العمل الجماعي الذي تقوم به داخل الغرفة الصفية. أما المفهوم ذات الصلة هو اختيار الكلمات والأنماط، ستختار كلمات لتحدث السياق العالمي وهو تعبر عن شخصيتك وثقافتك. كنا قد شرحنا سابقا الأسبوع الأول من هذه الوحدة وهو درس تتحدث فيه عن رياضة المشي. هذه الرياضة ستحاول أن تتواصل مع النص المقروء، تفهم مفرداته، تختار كلمات من هذا الدرس وتعبر فيه عن نفسك. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته. أذكر وأؤكد أن عبارة البحث والاستقصاء مأخوذة من المفاهيم التي ذكرتها قبل قليل ومن السياق العالمي أيضاً. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه خلال هذه الحصة هو الفرق بين حرفي الظاء والضاء، ولاحظ أن هناك أيضاً حرف الدال والذال. من خلال الكلمات الموجودة في النص المقروء انتظر انتظر، لاحظ أن هناك فرق بسيط جداً في القراءة، ولكن مخارج الحروف مختلفة. ستقوم أنت بتحديدها من خلال تجربة الكلمات وقراءتها أكثر من مرة، ثم ملاحظة الفرق بين هذه الحروف. استيقظ، استيقظ، لاحظ أن هناك أيضاً هناك اختلاف في مخرج الحرف، وهناك اختلاف أيضاً في درجته. فاستيقظ هو صوت خشن، استيقظ، استيقظ هو صوت أخف من ذلك الحرف. أيضاً ما سيتم إعطاؤه خلال هذا الأسبوع هو أيام الأسبوع كما ترى مرتبة: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. ما يهمني أيضا كتابتها كتابة صحيحة على دفتر واجباتك وعلى اللوح المدرسي، ويهمني أيضا معرفة اليوم السابق واليوم التالي لهذا اليوم. فمثلا اليوم هو الأحد، ما اليوم السابق لليوم الأحد؟ هو يوم السبت، واليوم التالي ليوم الأحد هو يوم الاثنين. الدرس التالي الذي سنتعرف عليه كما ترى هو تحديد الساعة باللغة العربية من خلال الأنشطة التفاعلية ومن خلال الرسومات الموضوعة في الصفحات وفي الكتاب للساعة. سنستطيع تحديد الساعة بالضبط حتى نستطيع تنظيم وقتنا والتخطيط له بطريقة جيدة. ومن الموضوعات الهامة جداً أيضاً التي سنتحدث عنها هي الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. فاللام الشمسية لام تكتب ولا تلفظ، وبعدها حرف مشدد ونمثلها دائماً بالشمس. أما اللام القمرية هي لام تكتب وتلفظ وتأتي ساكنة ونمثلها بصورة القمر. ومن الموضوعات الجميلة التي لا نراعيها أحياناً أثناء التحليل والتركيب لقراءة الكلمات هو موضوع الشدة أو التضعيف، حيث سنتعرف للحرف المشدد ومما يتكون ونستخرج منه أمثلة من جمل ونصوص. أذكر أعزائي الطلاب أن هذه الدروس التي ذكرتها قبل قليل موجودة في صفحات المنصة التعليمية ومعنونة بدرس درس بيوم يوم، حيث يوجد فيها جميع الأنشطة التفاعلية والمصادر والتقييمات التي يمكن أن تساعدك على فهم المادة بطريقة أوضح. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة،
طاب نهاركم بكل أمل وخير.